ايسر، تمشي الكرة عند عنتر، يلعب على حدود منطقة ال 18، ترجع له من تاني. عنتر يسلم لتشارلز، يا فوتها بشكل كويس قوي عند اللاعب اللي بيتواجد فوزي عند تشارلز. هوبا الجول الاول، ادي الهدف الاول للذئاب. الذئاب يسجلوا الجول الاول في مرمى الداخليه عن طريق النيجيري تشارلز باسي القادم من نادي غزل المحله. لكن بص الحكايه من اولها اللي كانت موجوده عند عنتر، فوتها تشارلز باسي، اتلعبت من فوزي، يغمسها تشارلز باسي ويسجل الهدف الاول لنادي المقاولون العرب. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا تشارلز، يا ولد يا تشارلز، قال لهم شايفيني، قال لهم انتوا سامعيني، قال لهم انا هسجل الهدف الاول في الدقيقه 63 من عمر واحداث المباراه. النيجيري يسجل الجول الاول للذئاب لنادي المقاولون العرب مع احتفالات محمد مكي، والجول الاول لنادي المقاولون. لكن بص التحرك وبص الجمله اللي كانت موجوده، الجمله العظيمه اللي بدات من عند محمد عنتر والتسجيل لصالح نادي المكايه بتاعت عنتر، يلعب عند ماجد، ترجع عند عنتر، يمشي بكورته ويبص يلاقي تشارلز باسي. بص الخدعه بتاعت تشارلز، بص الخدعه بتاعت تشارلز، عدى الكوره عند فوزي يلعبه على طول والغمزه. يا ولد 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 يا تشارلز، الهدف الاول للمقاولون العرب من لمسه واحده قدر يسجل، ومن لمسه واحده ادي ركله ركنيه. كابتن طارق سليمان ركله ركنيه، شريف دابو يلعب على طول الكرة، وادي الرأسية، وادي يطلع بالصعود تعدي منه، وادي فرصة هدف التعادل، دخلت دخلت المرمى على طول، هدف التعادل لصالح نادي الداخلية عن طريق اسلام عبد النعيم. ادي الدربكة اللي كانت موجودة داخل منطقة ال 18 او داخل السكس يارد على طول في عند المقاولون العرب، كرة اتلعبت بركلة ركنية، ابو السعود يعني جه شتتها، شتتها بشكل خاطئ، والكرة على طول تيجي عند اسلام عبد النعيم قدامه يسجل الهدف الاول وهدف التعادل لصالح نادي الداخليه. بص الكره من تاني، يوسف تونجي وعبد الرحمن، وادي لف بجسمه بشكل كويس وهو واقع على ارض الملعب. اسلام عبد النعيم يسجل هدف التعادل لنادي الداخليه. ادي ابو السعود، وادي الدربكه، وادي بص الكره في الزحمه يسجل اسلام عبد النعيم، يطلع ابو السعود يفشل في 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 طلوع الكره، وادي على طول وهو واقع على ارض الملعب. يا ولد يا ولد يا اسلام يسجل هدف، قلت لحضراتكم تمشي على طول الكره وتفوت دلوقتي داخل منطقه ال 18. وادي الكره الخطيره لصالح المقاولون داخل منطقه ال 18 من تاني، محمود سيد يسلم عند امير عابد، ادي امير 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 يلعب على طول العرضيه، جول محمد عنتر يسجل الهدف الثاني. لا 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 المقاولون العرب والإثارة، قلت لحضراتكم الإثارة الموجودة والمتعة، قلت لحضراتكم تاريخيا المقاولون فاز أكثر على نادي الداخلية. محمد عنتر يسمعني ويسجل الهدف الثاني، وإحنا بنلعب فين؟ ده إحنا بنلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. لكن أمير عابد عمل عرضية ولا أمتع، عمل عرضية ولا أروع، وأدي عنتر عنتر عنتر، ده عنتر شايل سيفه يدخل على طول براسه ويسجل الهدف الثاني لصالح نادي المقاولون العرب، وأدي سجدة الشكر من محمد مكي. يا ولد 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 يا عنتر، يا ولد يا عنتر، لكن يا ولد يا امير يا عابد، بص الجرينتا اللي موجوده وبص الكره اللي كانت داخل منطقه ال 18، يبداها من عند سيد، ادي سيد عند عابد، ادي بص امير، وادي العرضيه، وادي عنتر. يا ولد يا ولد يا ولد يا عنتر، واقف في المكان السليم، واقف في المكان الصحيح، يمكن الكره ارتطمت عند يحيى حامد، لكن بص عنتر واقف، والله يعني ولا حارس المرمى ولا عبد المنعم ولا اي حد. اسمع معايا صوت الجمهور واسمع معايا الهتافات.